شر. كابتن مدحت اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الحمد لله. طمنا على صحتك. الحمد لله على السلامه. نعم الحمد لله. لازم احنا نطمئن الناس، الله يسلمك. الناس انتوا عاملين صح. ما انا ما اقدرش اطمئن الناس اطمئنانا وهميا، يعني ايه اللي يمنع الراجل بيعمل ده في بطن الجبل ما عندوش تصاريح؟ ايه اللي يؤكد لي ان هي دي لحوم الحمير اللي بتجيلكوا؟ هي اللي بتجيلنا. انا عندي معك حضرتك صوره عادي التغذيه اللي انا مقدمها مع الدوله، وفي موافقه واخدها من السلك ان انا بنقلهم من الطريق الصوت الغربي للسلك القومي. لا، انت بتجيبهم منين؟ منين يا كابتن مدحت؟ من نفس المكان ده؟ نفس المكان ده، ما هو بيبيعهم ليه ده. طب ايه اللي يمنع انه هيدي لك جزء ويدي جزء للبشر؟ انا هقول لسعادتك حاجه، ما بيذبحش الذبح اللي بيذبحه الا في تواجد الاولاد عندي. اولاد عمك؟ الاولاد على اللي بيشتغلوا معايا. الاولاد اللي بيشتغلوا معاك؟ اخدها تمشي على طول بيا، والجواب والورق معايا انا، اللي هو عاد التغذيه والورق، عشان ما يمنعش ان ممكن اي حد يستخدمه في اي حاجه تانية. ده العقد اللي انت العقد حد هنا العقد المبرم مع الدوله. مع واخد الدوله. ساعتك؟ واخد بالك ساعتك؟ وفي ورقه تانية تصريح اللي هو بقوم بالنقل من اسيوط الغربي الى السلك القومي او مدينه 15 مايو. يعني على حسب ما انا موجود طبعا الخطه بالحيوانات، ممكن اكون موجود في السلك العجوزه، ممكن ابقى موجود في 15 مايو في الفرع الثاني، مفيش مشكله. طيب بس المكان ملوش تصريح، يعني انت ازاي تتعامل مع مكان ولا في اشراف من الطب البيطري عليه؟ انا جه حضرتك، هو كان يقدم في الزراعه، فقدم في جهه ثانيه، قالوا له بعد اسبوع، جه وقالوا له لا ما تقدمش في الجهه دي. كان رايح النهارده الصبح يقدم في الجهه اللي هي اللي حضرتك. ما يتبحش يا كابتن مدحت الا بتصريح رسمي وتحت اشراف الجهات. انا ايه اللي وقتي إيه؟ ما هي الضمانه انه جزء كبير من هذه اللحوم بيبيع لك جزء وبيبيع جزء كبير للبشر بياكلها الناس؟ لا ما بيبيعش للبشر سعادتك. لا لا لا، ده كلام وصحاب الصحفيين اللي هم دول، لو قعدوا روجوا الدنيا ويخوفوا الناس ويرعبوا الناس، ما حصلش ده. يعني لا 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 لا، ايه اللي ايه اللي ياكد لك؟ اللي ياكد لي ان انا بخش الحمير بتاعتي بتتذبح، اللي هم ال 20 ال 15 زي ما يكون، واخد بالك سعادتك؟ وعارف الحمير اللي موجوده معدوده. ده هم وجدوا سات له قال لنا كام؟ 600 حمير. 600 مفيش 600 حضرتك، ده حوالي 200 حمار ولا 150 حمار جاهزين للذبح. بس لا لا مش جاهزين للذبح، لان هو عامل مزرعه للحمير دي عنده. طب ما بيصرحش ليه؟ اصل انت كده هتدي لنفسك مسؤوليه عن الحكايه، يعني لا في تصاريح ولا في تراخيص. عايز اغذي مسؤوليتي سعادتك ان انا عايز اغذي الحيوانات. انا سبب الحادثه بتاعتي كانت سببها الاكل، انا دلوقتي بغذي الحيوانات. يعني الاسد هجم عليك لانه كان جعان؟ جعان، عايزين ياكلوا. فدلوقتي انا بأكده دلوقتي. ما تاكل الاسود الحمير مفيش مشكله، بس بشكل قانوني وبدون انه تتسرب هذه الحمير للاسواق. يعني اسواق ايه سعادتك؟ اسواق السيرك، اللي هو السيرك اللي هم الحيوانات اللي بتاكلها، مش اسواق. احنا هو يعني ما 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 يعني مراسلنا محمد بدر تمكن من تصوير الاسود وهي بتاكل لحم الحمير، بس ده مش معناه الحمد لله. مش معناه انه البشر ما كلوش نفس هذه اللحمه يا كابتن مدحت. ازاي سعادتك يا استاذ وائل البشر ياكلوا اللحمه دي؟ اذا كانت بتيجي بتطلع من عندي انا من هناك على السيرك وانا ماشي وراهم بالعربيه. ده واحد عامل مكان في بطن الجبل بشكل مستتر متخفي. لا 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 لا، مش في بطن الجبل سعادتك، ده جوه ارض هو عامل فيها، باني فيها مكان سور. ده مدير الامن اللي قال لي باني مذبح. طب ما سعادتك ما تبعت مراسل من عند سعادتك يصور المكان يشوفه. طب تعالى نشوف التقرير ده اللي هو المتعلق اللي احنا صورناه عشان نشوف الاسود وهي تاكل لحوم الحمير، لكن ده لا يمنع انه في بشر ايضا اكلوا نفس هذه اللحوم. We'll be right back.
افتح لي الثلاجة. ده اكل مغرب ايه؟ الكلاب برضو. بيفكر ان الاكل ده برضو للسباع. اه طب كل دي لحمة حمير اه؟ اه. صور من جوه برضو. طيب ال 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 التلاجة دي فيها ايه التلاجة التانية؟ فيها لحمة برضه. لحمة حميرة؟ طب افتحها لي. دي برضو الاسود بتاكلها؟ اه. مرة منها.